لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا هو اليوم 22 من شهر شعبان، وهذه الجمعة هي الجمعة قبل الأخيرة من هذا الشهر الكريم، فنحن الآن في آخر شهر شعبان يا عباد الله، وما بقي إلا أسبوع واحد ويحل علينا شهر رمضان المبارك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان، وأن يبارك لنا فيه، وأن يوفقنا للطاعة فيه، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يوفقنا لليلة القدر أجمعين، اللهم آمين. لذا في هذه الأيام نحتاج إلى أن ننبه على بعض الأمور المهمة، فمن هذه الأمور حديث عمران بن حصين رضي الله عنه لما لقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا. قال: إذا أفطرت فصم يومين. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي الله عنه: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ وسرر الشهر آخره، وهو من استسرار القمر فيه، أن القمر يكون بدراً في منتصف الشهر ثم يبدأ في الاستسرار، فإذا كان قريباً من آخر الشهر زاد استسراره حتى يصير محاقاً في آخر الشهر. فقال: هل صمت من سرر شعبان شيئاً؟ قال: لا. قال: إذا أفطرت فصم يومين. إذن فمتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين هذا السؤال يا عباد الله؟ إما أنه سأله في آخر يوم من شعبان، أو في أثناء شهر رمضان، لأنه قال: هل صمت من سرر شعبان شيئاً؟ فلو كان هناك وقت في آخر شعبان كان أمره أن يصوم فيه، وبالتالي أمره أن إذا أفطر أن يصوم يومين. إذن كان هذا أيضاً قبل عيد الفطر، فالواضح أن هذا السؤال كان في أواخر شعبان أو في أثناء شهر رمضان. لذا يا عباد الله ينبغي أن نصوم أيضاً في هذه الأيام. فماذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ نقول: هذا الحديث اختلف فيه بين تصحيح وتضعيف، والراجح والله أعلم أنه صحيح، فلا بد من الجمع بينه وبين غيره من الأحاديث، لا بد أن نجمع بينه وبين حديث عمران ابن حصين آنف الذكر، وكذلك أن نجمع بينه وبين حديث أم سلمة وابن عباس
وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً، فكان يصوم شعبان كله أحياناً، وكان يصوم شعبان إلا قليلاً أحياناً. لذا ورد في بعض الروايات أيضاً، وهي رواية صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان. يتضح من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في آخر الشهر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوماً يصومه أحدكم، وسيأتي توضيح لهذا الحديث. لكن الغرض من سياقه الآن الاستدلال به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، وكان يسمح للمسلمين أن يصوموا في أواخر شهر شعبان. فما الإجابة إذن على حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم مع تصحيحه؟ العلماء أجابوا ببعض الأجوبة، منها أن هذا منصب على من تكاسل عن الصيام في شعبان في نصف الأول وكان قادراً عليه، فهذا يؤدب بحرمانه من الصيام في النصف الثاني من شعبان. فماذا لو صام؟ نقول يكره في حقه، لكن صيامه صحيح وله أجر عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك يحمل هذا الحديث أيضاً النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، يحمل هذا الحديث على من يضعفه الصوم. الذي يضعفه الصوم فإننا نقول له: أفطر النصف الثاني من شعبان حتى تتقوى بفطره على صيام رمضان، لأنه يخشى إذا صام في النصف الثاني من شعبان أن يضعف كثيراً، فبالتالي يضطر للإفطار في رمضان، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام صيام رمضان. إذن يا عباد الله، لا حرج من الصوم في هذه الأيام، ونصوم في آخر شعبان بإذن الله تبارك وتعالى. فمن صام فله الأجر، ومن لم يصم فليس عليه وزر. كذلك من الأمور المهمة التي يحسن أن ننبه إليها قضاء رمضان. من أفطر في رمضان الماضي بعذر مرض، أو المرأة أفطرت بعذر حيض أو نفاس ولم يقضوا إلى الآن، يسارعون بالقضاء في هذه الأيام، لأنه لو جاء رمضان وعليه قضاء ولم يكن له عذر في تأخير القضاء فربما يلحقه ذنب والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكل إنسان يسارع بقضاء ما عليه من رمضان الماضي، كل من كان عليه صيام من رمضان الماضي فليسارع بقضائه إلى الآن. والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، ليس تكاسلاً منها رضي الله عنها، وإنما هي تبرر ذلك فتقول: لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادها عن نفسها تكون مهيئة لذلك، لا تقول له أنا صائمة. فبالتالي كانت تؤخر إلى شعبان قضاء رمضان الماضي، فلا حرج من ذلك، المهم ألا يأتي رمضان الآتي إلا بعد أن ينتهي الإنسان من قضاء ما عليه مما فاته من شهر رمضان الماضي. كذلك يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم. إذن لا يجوز أن تصوم قبل رمضان يوما أو يومين. فالجمعة القادمة ستكون هي 29 من شهر رمضان، ويكون فيها استطلاع الهلال بإذن الله تبارك وتعالى. هلال رمضان 29 من شعبان يستطلع فيه هلال شهر رمضان. فبالتالي لا يجوز أن نصوم يوم الجمعة القادم. ولو كان شعبان 30 يوما فسيكون 30 يوم السبت، فبالتالي لا يجوز أن نصوم السبت أيضا. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. قال: إلا صوما يصومه أحدكم فليصومه. يعني من كانت له عادة في الصيام وجاءت عادته موافقة لقبل رمضان بيوم أو يومين فلا حرج له في ذلك. فمثلا يوم الخميس القادم سيكون 28 من شهر شعبان. من اعتاد صيام الاثنين والخميس له أن يصوم يوم الخميس
القادم بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك من كانت له عادة أن يصوم يوماً ويفطر يوماً ووافق ذلك اليوم الذي يصومه أنه قبل رمضان بيوم أو يومين فلا حرج في ذلك أيضاً أن يصوم. كذلك من كانت له عادة أن يصل شعبان برمضان فكذلك لا حرج عليه أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين وأن يصل شعبان برمضان. أما أن يصوم قبل شعبان بيوم أو يومين احتياطاً لرمضان فهذا هو المنهي عنه يا عباد الله. إذن هناك نهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، وهناك نهي عن الصيام التالي بعد انتهاء رمضان مباشرة، حراسة حراسة لهذا الركن يا عباد الله، صيام شهر رمضان حتى لا يزاد قبله ولا يزاد بعده كما فعلت النصارى. إنهم فرض عليهم صيام رمضان فبدأوا بالتحريف أنهم كانوا مأمورين بأن يصوموا لرؤيته وأن يفطروا لرؤيته. فأول تحريف أنهم أدخلوا الحساب الفلكي في استطلاع أو في ذكر بداية الشهر، في معرفة بداية الشهر. كانت هذه أول بدعة ابتدعوها. ثم بعد ذلك جاء ملك فمرض فنذر إن شفاه الله أن يزيد في الصيام 7 أيام، وظلوا يزيدون فيه حتى أوصلوه إلى 55 يوما. ثم قاموا بنقله من السنة القمرية من أجل مروره على الحر والبرد، فنقلوه إلى السنة الشمسية وجعلوه في فصل الربيع بين الحر وبين البرد. ثم بعد ذلك قالوا إننا نصوم عما فيه روح فقط، أما غير ذلك من الأطعمة فنأكلها. فبالتالي صاموا عن الطيور والألبان والبيض وغير ذلك واللحوم والأسماك، الأشياء التي فيها روح صاموا عنها. وهكذا سلسلة الانحرافات عن دين الله تبارك وتعالى، وليس هذا صياما يا عباد الله. وها نحن نسير في نفس الخطوات. فأول من بدأ في هذه الأمة بالأخذ بالحسابات الفلكية الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية هي التي بدأت بالأخذ بالحسابات الفلكية. القاضي لما أمروه أن يعلن ذلك للناس أبى، فبالتالي قام الحاكم بقتله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك انتشرت الحسابات الفلكية. الحسابات الفلكية يا عباد الله لا يجوز الأخذ بها إلا استئناساً في حالة واحدة، في حالة إذا لم يرى الهلال، يعني إذا استطلعنا الهلال ولم نره والحسابات الفلكية تتوافق مع هذه النتيجة نؤيد أن الرؤية أن لم يثبت الهلال بأن الحسابات الفلكية أيضاً تقول إنه لا يرى في تلك الليلة. كذلك يا عباد الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فما هو يوم الشك يا عباد الله؟ وهل في كل عام يوم شك؟ نقول لا، ليس في كل عام يوم شك. يوم الشك لا بد من توفر شرطين معا، فإذا تخلف أحدهما لا يسمى ذلك يوم الشك. الشرط الأول أن تكون ليلة 30 من شعبان. فلو كان رمضان مثلا في هذا، لو كان شعبان مثلا في هذا العام 29 يوما، وكان آخره مثلا يوم الجمعة القادم، فهل في هذا العام يكون هناك يوم شك؟ نقول لا، لأن يوم الشك يوم 30 من شعبان، وقد رأينا الهلال، فبالتالي لم نكمل شعبان ولكن سنبدأ شهر رمضان. الشرط الثاني أن تكون ليلته غيما، يعني أن يكون هناك سحاب يحول بيننا وبين رؤية الهلال. فإذا كان يوم الجمعة القادم مثلا استطلعنا الهلال بعد غروب الشمس، وكانت السماء غيما ولم يرى الهلال، نقول يوم السبت هو يوم 30 من شعبان وهو يوم شك. لماذا يوم شك؟ لأننا نشك أن السحاب لو لم يكن موجودا ربما رؤي الهلال، يعني ربما يكون الهلال موجودا ولكن حال بيننا وبين رؤيته السحاب. فبالتالي يوم 30 من شعبان يكون في ذلك العام يوم شك إذا توفر فيه شرطان
أن يكون يوم الثلاثين وأن تكون ليلته غيما، وبالتالي يجب علينا أن نفطر ذلك اليوم إلا إن كانت هناك عادة كما فصلنا. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يا عباد الله، من الأمور المهمة التي نحتاج إلى أن ننبه إليها مسألة رؤية الهلال. رؤية الهلال، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال عبد الله بن عمر: تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال، فرأيته. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. كذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره، ويصوم لرؤية هلال رمضان. من هنا اتفق الفقهاء على أن الشهر لا يدخل، شهر القمر لا يدخل إلا بإكمال الشهر السابق 30 يوما، أو برؤية شاهدي عدل اثنين. إلا في شهر رمضان فقد اكتفوا برؤية عدل واحد، الشهر الوحيد الذي يكتفى فيه برؤية عدل واحد عند دخوله شهر رمضان. لماذا؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ في شعبان ما يتحفظ بغيره، يعني عند استطلاع رؤية هلال شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى تحريا شديدا أكثر من أي شهر آخر حتى يحتاط لشهر رمضان. فإذا رأى عدل واحد هلال رمضان وجب على المسلمين أن يصوموا، وجب على المسلمين أن يصوموا، فبالتالي وجب عليهم أن يصوموا برؤية عدل واحد. فلماذا لم يحتط لرمضان ولم يتحفظ في رمضان مع أن صيامه هو الركن الرابع من أركان الإسلام؟ نقول: ليس هناك وقت يسمح بالتحري والتحفظ في رمضان. لماذا؟ لأنك تستطلع الهلال بعد غروب شمس 29 من رمضان بدقائق، فبالتالي لو رؤي الهلال صارت تلك الليلة هي أول ليلة من رمضان، فبالتالي لا وقت أن تتحرى. ربما إذا تحريت وشددت في التحري فاتك أول يوم من رمضان، فبالتالي كان يتحرى في شعبان لأن دخول شهر شعبان لا تترتب عليه عبادة فضلا عن أن تكون فريضة من الفرائض. كذلك يا عباد الله، في هذه الأيام الطيبة لابد أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نقبل على الله بقلوب نظيفة حتى يتقبل منا عباداتنا. أما من كان في قلبه شحناء أو بغضاء أو حقد أو غير ذلك فهذا لا يتقبل الله منه حتى ينظف قلبه ويطهره. كذلك التوبة العامة من كثير من الذنوب، من كل الذنوب نتوب توبة عامة من كل الذنوب حتى يقبلنا الله عز وجل، وحتى يدخل الإنسان شهر رمضان نظيفا طيبا. تراءى الناس لله، فقال عبد الله بن عمر: رأيته. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيام. سنة ترائي الهلال، ترائي الهلال، استطلاع الهلال هي سنة مهجورة، ولكن ظروفنا في هذه الأماكن ربما لا تمكننا من ذلك نظرا لعدم خبرتنا برؤية الهلال، وكذلك نظرا لوجود التلوث البيئي الشديد، ونظرا أيضا لكثرة الأضواء وغير ذلك التي لا تسمح برؤية الهلال. لكن من يعيشون في الصحراء أو من يعرف أحدا يعيش في الصحراء فعلي أن يتواصل به لنحيي هذه السنة يا عباد الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا للطاعة فيه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فننبه على أمر مهم كثر السؤال فيه في السنين الأخيرة. هذا الأمر هو حكم الجماع في نهار رمضان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب صدره ويحصو التراب على رأسه،
ويقول: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. رجل شعر بمصيبة أنه وقع على زوجته في نهار رمضان، عاشر زوجته في نهار رمضان، فجاء يضرب صدره وينتف شعره ويحس التراب على رأسه ويقول: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، أنا هلكت وتسببت في إهلاك زوجتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هنا حال المفتي، رأى رجلا يشعر بالمصيبة، فواجب المفتي أن يهون عليه ما لم يخالف ذلك شرع الله عز وجل، فهو قد شعر بالمصيبة. أما إذا جاءه إنسان مهمل في دينه، فإن المفتي لابد أن يخبره وأن يخوفه بالله عز وجل حتى يعظم دين الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وفي بعض الروايات قال: وفعل بي ما فعل إلا الصوم، يعني المصيبة التي وقعت فيها بسبب الصوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد، قال له في الأول: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا، والله لا أملك إلا رقبتي هذه. وضرب على صفحة عنقه، ثم قال له: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ فقال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، يعني أنا ليس عندي طعام في البيت، كيف أطعم 60 مسكينا؟ فجلس حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق مثل الزنبيل أو الغلق، فيه 15 صاعا من التمر، فيه 15 صاعا من التمر، فقال: خذ هذا فتصدق به، يعني يطعم به 60 مسكين، كل مسكين مد 15 صاعا، الصاع 4 أمداد، كل مسكين مد 60 مدا، كل مسكين مد بتمام. قال: خذ هذا فتصدق به. إذن هذا فيه فائدة مهمة، مساعدة من عليه كفارة في إخراج كفارته، لكن لابد أن يكون بعلمه، إما أن يأخذها هو نتصدق عليه بها ويأخذها ويخرجها، وإما أن نخرجها عنه بعلمه فينوي إخراجها قبل أن نخرجها. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: على أفقر منا، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، يعني أنا ليس عندي طعام في البيت، وأخذ هذا أتصدق به وأنا جائع، أنا وزوجتي وأولادي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذه فأطعمه أهلك، خذه فأطعمه أهلك. إذن الرجل يقول: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. اللابة هي الحجارة السوداء، أو المسمى بالمصطلح العصري الحجارة البركانية، الحجارة البركانية، حتى إن اللغات الأجنبية أخذتها بنصها من العرب، يعني كلمة لابة في اللغة الألمانية لابة ترجمتها هكذا، وبالتالي هي الحجارة البركانية الحجارة السوداء. فلا يصلح أن نقول ذلك في أي بلد غير المدينة، لأن المدينة المنورة هي البلد الوحيدة التي تقع بين لابتين، يعني بين حجارة بركانية من أعلاها ومن أسفلها. وبالتالي قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. طيب، العلماء يتكلمون في هذا الحديث فيقولون: هل الكفارة على الرجل والمرأة أم على الرجل فقط؟ قالوا: إذا كانت المرأة راضية فإن عليها الكفارة أيضا مثل الرجل، يعني هي تطعم 60 مسكينا وهو يطعم 60 مسكينا. أما إذا كانت مكرهة أكرهها على ذلك فإنه عليه هو الكفارة وليس عليها شيء. طيب، إذا كان جاهلين بهذا الحكم، بحكم الكفارة، أكيد كل إنسان يعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام، لكن ربما لا يعرف الكفارة،
فهل جهله عذر له؟ نقول لا، ليس عذرا له. لماذا؟ لأن الرجل كان جاهلا بالكفارة. الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الكفارة، لو يعلم الكفارة كان أخرجها، لكنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم الكفارة. طيب، البعض يقول هذا حدث منذ سنين طويلة وأنا شاب وأنا الآن تعديت 60 سنة أو 70 سنة، فيريد أن يسكت عن الكفارة ولا يخرجها. نقول يا أخي هو دين في عنقك، هو دين في عنقك، لا يسقط بالتقادم ولا يسقط بالجهل بالحكم بالكفارة، بل لابد أن توفيه، هو دين في عنقك لابد أن توفيه. فالآن ليس هناك عتق، لا يوجد مال تعتق به رقبة ولا توجد رقاب في الحقيقة في بلدنا تعتق. فبالتالي ننتقل إلى الكفارة الثانية، الدرجة الثانية، صيام شهرين متتابعين. فعليك يا أخي أن تصوم شهرين متتابعين لتكفر عن هذه المصيبة التي فعلتها حتى ولو من 30 سنة أو من 40 سنة أو من 50 سنة، لابد أن تكفر عنها. كذلك إذا لم تستطع الصيام شهرين متتابعين لا تفطر فيهما يوما واحدا وإلا عدت من الأول، فعليك أن تنتقل إلى الدرجة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا عن ذلك اليوم. طيب، لو تكرر هذا الأمر مرات ماذا نفعل؟ عليك عن كل يوم أفطرته بهذا السبب صيام شهرين متتابعين، وإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. تحسب هذه الأيام التي أفطرتها لهذا السبب ثم تكفر عنها كلها، كل يوم على حدة. إذا لم أذكر العدد، يعني لا أذكر الموضوع من سنين، من عشرات السنين وأنا لا أذكر كم مرة حدث مني هذا الأمر، نقول راجع الذاكرة وشاور زوجتك وفكروا كثيرا، ثم ما غلب على ظنكم فافعلوه. يعني إذا غلب على ظنك أنك فعلت هذا مثلا 5 أيام مثلا أو 6 أيام، فتكفر عن 6 أيام أو 5 أيام. إذا اكتشفت بعد ذلك أو وقع في ظنك أنك زدت على هذا، لا ده كانوا 8 كانوا 9، تدفع كفارة أيضا لهذه الأيام التي زدت عليها. المقصود يا عباد الله أن الكفارات لا تسقط بالتقادم، لا تسقط بالتقادم، ليس من أجل أنك لم تكن تعرف الحكم وأنك حدث منك هذا وأنت شاب وحدث منك هذا منذ عشرات السنين أن هذا يكون مبررا لأن تترك الكفارة، لا، إنها دين في عنقك لا بد من أدائه. وأنتم ترون الناس يموتون، فماذا لو مت يا عبد الله وفي رقبتك مثل هذه الحقوق؟ فاتقوا الله يا عباد الله وأدوا ما عليكم وتوبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأخلصوا قلوبكم لله عز وجل، وسلموا صدوركم بعضكم لبعض حتى يقبلنا الله جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا للطاعة فيه، اللهم ارزقنا فيه العتق من النيران، ووفقنا فيه لليلة القدر يا رحمن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، واجعل خير البلاد والعباد على يديه، ومن أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره يا سميع الدعاء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشريعتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي.